الآن مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم فيما يلي أولى جولاتنا الإخبارية لهذا اليوم، بداية إلى أبرز العناوين. قداسة البابا تودروس الثاني يرأس القداسة الإلهية بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون ويسيم 25 كاهنا جديدا. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر من فشل طالبان في الحد من العنف في أفغانستان. إلى حضراتكم تفاصيل الأنباء. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية قداس اليوم الأول من الصوم الكبير من دير القديس الأنبا بشوي بوادي النطرون، حيث تمم قداسته سيامة 25 كاهنا جديدا للخدمة بكنائس مختلفة. وعقب تلاوة الكهنة الجدد التعهد الخاص قبل إتمام طقس السيامة، أكد قداسة البابا التوادروس الثاني أنهم مسؤولون أمام الله عن تنفيذ كل كلمة في التعهد. كان قداسته قد سام 12 كاهنا بالقاهرة وثلاثة كهنة بالمحلة الكبرى وكاهنا لكنيسة الأنبا بشوي والأنبا شنودة بميلبورن بأستراليا وسبعة كهنة لإفريقيا بالإضافة إلى كاهنين للكرازة. وشارك في الصلوات مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة والشعب وسط أجواء من البهجة التي شملت الجميع. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهم نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع مدير المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار. وخلال الاجتماع تم استعراض دور هيئة الاستثمار في معاودة نشاط الشركات المتعثرة لأعمالها بالسوق المصري، كما تم عرض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وأهم الموضوعات التي تمت تسويتها مؤخراً. ووجه مدبولي بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها وتقديم الدعم لها في كافة مراحل ممارسة النشاط. بحث دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع تحالف من كبرى الشركات العالمية خطط تسويق وإدارة مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الجزار في بيان للوزارة اليوم أنه يجب تسويق مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل مختلف، ليس على المستوى المحلي فقط بل يتم تسويقه على المستوى العالمي، مضيفا أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر ويعد علامة بارزة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في المرحلة الحالية ويحقق جودة الحياة للمواطنين. بحث وزير الموارد المائية والري دكتور محمد عبد العاطي مع رئيس مجلس النواب لدولة تشيلي إيفان فلوريس والوفد المرافق له تكثيف وتعزيز التعاون في مجال المياه. وخلال الاجتماع أعرب رئيس الوفد التشيلي عن أماله في الاستفادة من خبرة مصر في إدارة الموارد المائية في المناطق الصحراوية في ضوء ما تعانيه تشيلي حاليا من نقص المياه وتأثير ذلك على الزراعات والمشروعات الاقتصادية. وبدوره أكد عبد العاطي أن مصر تقوم بالعمل على سد الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة، وذلك بتكلفة تزيد عن 50 مليار دولار تقريبا.
استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات كافة، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.49%، كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.41%، وشملت التراجعات المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.36%. عربيا، أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار اليوم بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيد بعملية إنزال جوي في المحافظة. وقال المصدر إن قوة أمريكية مدعومة بقوة عراقية نفذت عملية إنزال جوي في ناحية البغداد واعتقلت الشيخ العبيد من منزله، وهو شيخ عشيرة العبيد. وأضاف أن القوة نقلت العبيد إلى قاعدة عين الأسد دون الإشارة إلى سبب الاعتقال. جدير بالذكر أن الشيخ العبيد يعتبر من الشيوخ البارزين في الأنبار في مواجهة تنظيم داعش والقاعدة. حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين من أن فشل الطالبان في الحد من العنف في أفغانستان قد يعرقل اتفاق سلام محتملا مع الولايات المتحدة. وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريحات إعلامية أن أمريكا لن تخفض عدد القوات إلى مستوى أقل من المستوى الضروري لحماية المصالح الأمريكية في أفغانستان، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية كان عليها أن تخرج من الحرب في أفغانستان، لكن انسحابها يجب أن يحدث بطريقة تحمي المصالح الأمريكية، معربا عن أمله في أن يبدأ حوارا مع الأفغان بهدف التوصل إلى حل سياسي للصراع الدائري في البلاد. قال قائد للشرطة بولاية تكساس الأمريكية إن مسلحا أطلق النار في سوق شعبية في مدينة هيوستن وأصاب 7 أشخاص وتم اعتقال مشتبه به في موقع الهجوم. هذا وأعلنت الشرطة أيضا مقتل شخص وإصابة 2 آخرين في عملية إطلاق نار أثناء تنظيم مسابقة لمعركة الديوك في منطقة باكويما التابعة لولاية لوس أنجلوس، مضيفة أن مطلق النار ما زال حرا، مشيرة إلى أن دوافع إطلاق النار غير معروفة حتى الآن. أعلنت سلطات مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا الجديد أنها ستسمح لغير المقيمين في المدينة بمغادرتها إذا لم تظهر عليهم أعراض مرضية ولم يتصلوا نهائيا بمصابين بالفيروس. وذكرت السلطات أنه يمكن للأشخاص غير الخاضعين للحجر الصحي ويسعون للحصول على علاج من أمراض أخرى مغادرة المدينة على دفعات. ويأتي القرار بعد نحو شهر من وقف ووهان حركة النقل عبر الحافلات ومترو الأنفاق والعبارات والرحلات الجوية والقطارات للمتجهين إلى خارج المدينة لمحاولة وقف انتشار الفيروس الذي تسبب في وفاة 2595 شخصا وإصابة 77262 آخرين. ورياضيا، يلتقي الأهلي والزمالك في 7:30 مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 4 للدوري المصري الممتاز. هذا ويتطلع الأهلي للحفاظ على سجله المحلي الجيد بعدما فاز في 15 مباراة خاضها بدون هزيمة ببطولة الدوري ليحصد العلامة الكاملة برصيد 45 نقطة محتلا بها صدارة جدول الترتيب. فيما يسعى الزمالك لتأكيد تفوقه على الأهلي بالفوز عليه مرة أخرى في غضون أيام قليلة، وذلك بعد أن حصد الفارس الأبيض لقب السوبر المحلي على حساب الأهلي. ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث بالجدول برصيد 31 نقطة. وأوروبيا، يستضيف ليفربول فريق ويست هام يونايتد في 10 مساء اليوم بختام مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل الريدز المباراة متربعا على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، فيما يسعى ويست هام يونايتد للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث للابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يأتي في المركز 18 بالجدول برصيد 24 نقطة. في ختام هذه الجولة الإخبارية إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها من أنباء. قداسة البابا تودروس الثاني يرأس القداسة الإلهية بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون ويصيب 25 كاهنا جديدا. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتابع نتائج اللقاءات التي تمت مع ممثلي الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة. ومستشار الأمن القومي الأمريكي يحذر من فشل طالبان في الحد من العنف في أفغانستان. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء في جولة إخبارية جديدة.